كلام ألبومك الجديد اللي نازل في شم النسيم للمرة العاشرة، ببارك لك يا جنات. انت تستاهلي كل النجاح. شكرا. وبعدين اللي زي جنات، انا هقول حاجة كده وده رأيي الشخصي ومحدش يعني لا ألزم أحد بيه، اللي زي جنات رصيدها تراكمي، يعني مش هي الفنانة اللي لها أغنية تضرب وخلاص أو تستنى ألبوم ينجح أو ما ينجحش، لا هو في تراكم قدرت تعمل جزء منه وقدامها كتير عشان تعمله. هي خامة صوتية محترمة جدا، خامة صوتية حلوة ومش مقلدة، خامة صوتية أصلية، عندها ذكاء فني وعندها ذكاء صوتي وعندها حب كده إنساني لكل المعجبين والمحبين لها. أنا بتهيألي إنه نجاحك هو نجاح مرتبط بصوتك وبشخصيتك أكتر ما هو مرتبط بعمل أو أغنية أو ألبوم. ده رأيي يعني. شكرا. شكرا.